الو، انا مين؟ ده هازارد ريمارك يا خالتي، ما تاخديش في بالك. الله يسلمك. ايوه وصلت. اروح بس الاوتيل، اسيب شنطي واسيب حاجتي واجي لك على طول، بس اكد الحجز. ودي اصول برضو يا هاني يا حبيبي، يبقى بيت خالتك مفتوح وتبات في اوتيل. والله لا تبات عندنا، دي مهله لما تعرف انك جيت هتفرح قوي. ماشي يا حبيبي، مستنياك. اللي تشوفيه ما اقدرش ازعلك. يا رب يجي. مها 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 حبيبتي، يا لهوي يا لهوي، يعني ايه اللي بتعملي ده؟ انت كده هتبوظي الدنيا وهتوكسي نفسك. بقول لك يا حاجه، انا كده كده موقوسه واعزاك، انا ما سبتيش. روحي بقى هجيب لك بسبوسه وكنافه وروح هسيهم يلا عشان تاكليهم. يا خايبه بقى صبره، ده كله جاي تبوظي الدنيا دلوقتي عشان البسبوسه والكنافه؟ بقول لك اطلعي من نافوخي بقى، هي كده كده مش فارقه خلاص. يلا وليه، روحي المطبخ وروحي هاتي لي حلاوه طحينيه. نصيب الجهل حد عندك. نصيبي؟ ايوه نصيبك. هاني ابن خالتك جه من السفر. هاني ماما؟ هاني ابن خالتك. هاني ابن خالتك؟ ايوه يا حبيبتي. والمراتي هتنفجر يا ماما، والحبوب في ظهري يا ماما. خلاص خلاص، انا حببت اللي ما قلتها. بس فين هاني يا ماما؟ خلاص يا حبيبتي، كل الحاجات دي هتخلص. اهم حاجه دلوقتي يا حبيبتي تتذوقي كده عشان يجي يشوفك امرايا. حرام عليك يا ماما، سايباني اكل كل ده واتطفش يا ماما. طب انا زماني دلوقتي تخنت 6 كيلو، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اللبس زمانه دق عليا. عندنا هدوم واسعه وهتخسي، والله هتخسي يا حبيبتي. هخس اعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقول لك ايه، روحي كلميه قولي له يغيب اسبوع. يغيب اسبوع ايه؟ بقول لك جاي في الطريق. اهم حاجه دلوقتي يا حبيبتي تلبسي وتتزوقي وتحطي مكياج. يا لهوي، ده انا لسه المكياج في الزباله. قومي هاتي، قومي هاتي. حاضر حاضر يلا نجري. حاضر حاضر يا حبيبتي. حاضر. عشان بقى ايه؟ يبقى كده قفلنا على الدايت، ما نعملش ايه؟ ده اخر دايت بالنسبه لك. هاني هاني حلوة يا ماما؟ زي القمر يا حبيبتي، جاي حد عندك اهو بقى، ده اللي هتتجوزيه، اوعى يفلت من ايديك. يلا افتحي له الباب وانا هخش جوه، ابتسامة حلوة كده. يلا. مها، يخرب بيتك يا بنت، اتغيرتي قوي كده ليه؟ ازيك يا مها؟ ازيك يا هاني؟ معلش انا اسف والله، انا كنت قاعد في اوتيل بس مامتك اللي اصرت بقى. ده بيتك يا هاني، بيتك. ان انا ابات هنا يعني. البيت وحشني قوي. ازيك يا مها؟ امال خالته فين؟ يا سامية. يا حبيبتي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. الله يسلمك. نورت يا خالتي. الحمد لله يا حبيبي، نورت مصر كلها، الحمد لله على سلامتك. وحشتني قوي. انت كمان وحشتني قوي يا حبيبي. اول ما الباب اتفتح وانا شامم ريحه اكل مصري هيجنني. حكيم انا عايش في الدنمارك ما باكلش غير الجبنه الريكفورت لحد ما بطني عفنت. ده انا عامله لك المحشي الكروم، قصدي مها اللي عامله لك المحشي الكروم وملوخيه وحمام. ايه ده، انت بتعرفي تطبخي؟ دي مهلوبه، دي بتعمل حلويات كمان. ما تكسفنيش بقى يا ماما. انما انت يا حبيب قلبي غطسان يعني كل المده دي، ولا بتسال ولا تليفونات ولا حاجه. مفيش والله يا خالتي، اول ما سافرت فشلت، قلت مش هينفع ارجع مصر ايد ورا وايد قدام، فقررت اني انجح وفعلا عملت اكبر مشروع للمجتمع الدنماركي. مشروع ايه يا حبيبي؟ فول حراتي. الله الله، ده مشروع حلو قوي. انا بحب الحراتي قوي. طب وايه رايك كنت تعمل كمان مشروع عصير القصب؟ والله فكرة حلوة. دي فكرة مها. مشروع عصير قصب وافتح جنبيه مقلة عشان الشعب الدنماركي يتسلى. ايوه طبعا طبعا، دي حاجة جميلة قوي. وانت بقى ناوي تستقر هنا ولا ترجع تاني؟ لا اقعد فين؟ انا جاي اتجوز. تتجوز يا حبيبي؟ في ايه؟ انا جاي اتجوز وهرجع تاني على طول. ما انا ما ينفعش اتجوز واحدة أجنبية، أنا عايز اتجوز واحدة مصرية تسوم بيتي وتتكلم عربي وتخلي عيالي يتكلموا عربي. مها بتتكلم عربي؟ تكسفنيش بقى. لا ما تهزروش، بتتكلموا عربي؟ لسه الهزار ده فيكم لغاية دلوقتي. البيت كله بيتكلم عربي. معلش بقى يا خالتي، أنا جاي آخد خطوات سريعة لأني مستعجل جدا، فبستأذنك بس، كنت عايز ما تيجي معايا مشوار بكرة. إيه ده؟ بالسرعة دي؟ الأجازة ما فيهاش، لازم ألحق. ريحة الأكل مش قعداني على بعض يا حبيبي. المطبخ فين؟ ماما، لحد عندك اهو بقى، ده اللي هتتجوزيه.
تفركي حاول قوي معايا سيبي ده هياخدني بكره عشان اجيب الفيزا بتاعت السفر يا ماما هتوحشني قوي والله وحشني يا حبيبتي وحشني والله وحشني والله يا ماما يا حبيبتي الحقيقه انا اول مره اتحط في الموقف دوت يا مها فمتوتر شويه لا ما تتوترش والحقيقه الان لا يا هاني ومكسوف مكسوف يا هاني لان الموضوع اللي انا عايزك فيه هنبقى فيه مع بعض سوا اهو الموضوع اهو جاي اهو هاني ساره هاي ازيك اتفضلي مها بنت خالتي انا قلت ما يصحش يعني نبقى لوحدينا فقلت اجيب مها معايا بصي مها دي زي اختي هاي بقى انا بابي صراحه بيشكر فيك قوي وبيقولي ان انت من اكتر الناس المحترمه اللي اعرفهم في الدنمارك بابي اه طب بابي ده قمر جد طب بابي ده حلو حلاوه انت بقالك كتير ما شفتيش بابي كتير قوي ده حلاوه قوي وبقى طعم كده بابي وعلى فكره انت كمان انت كمان حلوه قوي احلى بكتير من الصور اللي وراها لي بابي على فكره وانت كمان انا كمان اسالي بابي عليا بقى هو احنا اهو بابي ده ابن ابن عسل ابن عسل مش هتعملي تليفون؟ هعمل التليفون هنا طب مش هتعملي حمام؟ هعمله هنا برضو هتعملي حمام هنا؟ اه ده أصغر هزارنا بقى كده في العيلة عيلتنا كلها دمها خفيف هزار دنماركي كله طب خلاص أنا هروح الحمام شوية اه طبعا يا حبيبتي طبعا لازم تروحي الحمام تظبطي الميك اب وبعدين تعدلي الشواتير دي والتاتو شواتير. اه وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه كل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اوفر كاب كده بعد اذن بعد اذن روحي ظبطي اه محتاجة يتظبط بقول لك ايه؟ في ايه يا مها؟ البت دي سمعتها طين. هو انت تعرفيها يا مها؟ ايه سمعتها طين في الحي، اسمع كلامي. حي هي ساكنه جنبك اصلا ولا تعرفيها؟ يا بابا صورها في كل حته على النت. طب انهي موقع؟ بقول لك ايه؟ انت سايح، احنا هنا من البلد مش سياح، احنا هنا مش سايحين على بعض خالص. امال انا جايبك ليه؟ مش عشان انتوا بنات زي بعض، انت تقعدي معاها، تبص لها، تفهميها، تفهمك، حاجه انا كولد ما اخدش بالي منها، لكن انتوا بنات ليكوا ايه ده؟ ايه ده؟ استنى هي جت استنى انا هكشفها لك وريني بقى قولي لي يا حلوه انت برجي ايه؟ جوزاء ايه ده انا برج الشيماء توافق غريب شفت بقى؟ برج الجوزاء مائي مع ايه؟ مع ترابي يعمل طين اللي كنت لسه بقول لك عليه من شويه عندك كام سنه بقى؟ وبعد كده انا هقول ايه؟ طلعي لي البطاقه هو احنا في اسم الحدايق يا مها؟ بقول لك ايه؟ انت قلت اختي ولا مش اختي؟ اختي بقى اختي ايش عليهم الاسئله بقى يعني انا اديكي كده مثلا 40 45 50 60 50 انا 35 بس ايه ده امال بابي ليه قال 29 سنه الله اكبر اهو اها بين شوف بلد كدابه طب بعد كده بقى لما تيجي تتجوزها هتعمل ايه بعد كده تيجي تقول لك بقى ان هي حامل وما طلعش حامل وايش ضمن ان هو ابني اصلا شفت لا لا انتوا مجانين على فكره انا ما شفتش في حياتي كده ايه ده ايه ده وشفت جريت وشتمتك اهي اه دي ممكن لو كنت اتجوزتها وانا قاعد معاها كانت تقول لي يا حمار وتقوم جاريه اه ما انت حمار انا حمار لا يعني لو كنت اتجوزتها اه طبعا بس الحمد لله الحمد لله انك كنت معايا عشان ما تدبش على بوزي